الكيمياء. جيتي هاد الصباح انت والصديقه داك غير باش تاخذي بعدا كاين الفرد اللي كيجعلكم تجيو. يلا ماشي مشكل، ما بين الساعتين نعطيكم الاوراق ديالكم. التمرين العنوان ديالو هو كيمياء ازهار الاورتانسيا. هاد الازهار هادي يمكن لكم هذا هو العنوان، كيمياء أزهار لي فلور لي فلور دورتانسياس. هاد أزهار الأورتانسيا يمكن لكم تدخلوا لجوجل وتكتبوا هاد لي فلور هادو، وكيعطيكم هي واحد ازهار اللي عندها واحد تغير في الالوان كبيره جدا، من بنفسجي وردي ازرق ابيض الى غير ذلك. واللون اللي كيتاخد هذه الورود هذه هي مرتبطه بالبي اتش ديال التربه. بتغيير البي اتش ديال التربه كيتغير اللون اللي كتاخذوا هذه الازهار. التمرين ديالنا هو في الاصل سوف يهتم ب كيمياء هاد الازهار هادي، ويبدا من حادث طريف لسيد جاي لواحد الفيلا يصبغ النوافذ ديال داك البنايه، واسفل تلك النافذه كاين هاد الازهار ديال الاورتانسيا. غادي لاحظ بان داك الماده اللي كيستعمل غادي تقيس داك الورد داك الازهار وغادي تغير اللون ديالو. اذا المقدمه ديال التمرين هي كالتالي: خلال عملية تنظيف النوافذ الخشبية المطلة على حديقتي بمحلول الأمونياك المخفف، لاحظ العامل باستغراب تحول لون الأزهار من اللون البنفسجي إلى لون أزرق في المواضع التي لامسها المنظف. البلاصة اللي طاحت عليها ديك القطرة ديال المنظف تغير اللون ديالها من لون بنفسجي إلى لون أزرق. سنتعرف على الأنواع المسؤولة عن ألوان هذه الأزهار وكيفية التحكم فيها. إذا كيفاش يمكننا نتحكموا في اللون ديال هذه الأزهار وننتج لون دون آخر. قبل ذلك في الجزء الأول يهتم بدراسة محلول الأمونياك التجاري. لم ندرس من قبل محاليل، نعم شدوا النافذة، الصباح مع شاي طيور بل يرافقنا دجاج. نعم صافي. إذا قلت كل المحاليل اللي درسناها من قبل محاليل مائية لأحمر، الآن غادي ندرسوا محلول لقاعدة، وكيف لاحظتوا غادي يكون بطريقتين باعتماد قياس المواصلة أو الموصلية والبي اتش. إذا الجزء الأول تحمل قارورة، يلا شوف الدفتر ديالك صافي. هذا نعم كتبعي من خلال، انا غادي نقرا عليك ويمكن لك تتبعي من خلال السبوره. اذا تحمل قاروره محلول الامونياك الاشاره 22 درجه بي او والتي توافق تركيز مولي، فللاشاره هناك رموز عمليه تجاريا وليس هي الرموز التي نتعامل بها في دروسنا. فمثلا درجه كلوروميتريه بالنسبه لماء جافيل
تلاحظوا هنا بي او بالنسبه لبعض المحاليل، لكن نحن نستعمل التركيز او التركيز الكتلي بدل من هذه الرموز هذه اللي تستعمل تجاريا. نسمي هذا المحلول بالمحلول الام ونرمز له بالصفر. خلال تفاعل بين الامونياك والماء يحدث تفاعل كيميائي نمدجه بالمعادله NH3 زائد H2O يعطينا NH4 بلس زائد H1. هذه المعادله عطاوها لنا. هناك معطيات للتمرين ثابتت هذا التوازن هذا اللي هي كواحد قلنا كتساوي 1.6 10 أس ناقص 5. عطونا الجداء الإيوني عند 25 درجة كأو هي 10 أس ناقص 14. الفقرة الأولى سموها بواحد دراسة أولية. بفضلكم يلا قمت بالتصحيح ديال الفرض مع الأصدقاء ديالكم ديال الثانية فيزياء الثانية خيار فرنسية. ومن الأشياء اللي خص الواحد ينتبه ليها في التحرير ديال التمارين ديال ولاسية، ما حنا كنتدربوا باش في البكالوريا يكون الإجابة ديالنا مضبوطة، فلاحظت أن الإجابات كتكون ليس هناك فاصل بين سؤال وآخر. شنو كيحدث؟ كندير واحد كنكتب العلاقه واحد جوج تحت منها، لدرجه ان بالنسبه لي كيجيب لي ماشي كيبان لي كان سؤال واحد. خذوا العاده باش تاخذوا الاجابه ديالكم تكون متفرقه ماشي في ورقه واحده وندير العنوان. فمثلا غادي يكون في هذا لو كان هذا فرض، الإجابة ديالي غندير بالرقم اللي داروا دراسة أولية ونخلي واحد الفضاء ونجاوب، من الإنسان نخلي فضاء ونجاوب باش ماذا؟ باش المصحح كينتبه أن هذا السؤال راه انتهى. بعض الأحيان كنكتب نجاوب سؤال واحد وواحد جوج وعاد نخلي واحد الفضاء ومن بعد واحد وكيصدق أن الإجابة تنقيط عوض ما تكون واحد جوج كتكون إجابة على سؤال واحد. هذا الشيء اللي حدث، شحال من واحد قال لي لا ها واحد ها فين كتبت أنا واحد جوج وما عطيتينيش النقطة. صحيح معايا الآن كيمكن لكم تدارك الموقف، بكالوري ما عندك ما تدارك الموقف، ما عاد يمكن شيء الأستاذ المصحح يجمع مع التلامذة يقول له شنو كاين. إذا وبالتالي خص تكون عندنا واحد الطريقة. الدولة كتوضع رهن الإشارة ديالكم عدد غير محدود من الأوراق. ماشي نقتصد. نجاوب ناخذ ونكتب بخط قابل للقراءة وواضح ونتجنب كثرة التدريب. راه من ننتقل الإجابة على الورقة حتى أنني نكون متيقن. ورقة ديال التسويد كنبدا غير كنشوف الطريق ديالي غادي صافي راني غادي مزيان كنتوقف من التسويد ونمر الورقة ديالي. متفقين؟ لذلك فردوا البال لهذا العمل هذا خلال الإجابة ديالكم في البكالوريا. إذن واحد طالبين منا حدد المزدوجتان حمض قاعده المتدخلتان في التفاعل. اذا فالامونياك هو قاعده المزدوجتان. لاحظوا يكون واحد الطريقه ديال شنو طالبين مني. كنقرا السؤال وداك السؤال كنجاوب عليه. حدد المزدوجتان المتدخلتان. شنو غادي نبدا؟ المزدوجتان المتدخلتان نقطتان ورجع السطر. عندي NH4 بلس على NH3، وإذا كان NH3 هو القاعدة فغادي يكون الماء H2O على H1 هي المزدوجة الثانية. قلت غادي نخلي هنايا واحد فراغ صغير، هنايا كذلك نخلي واحد فراغ صغير باش نبين اللي غادي يصحح راني انتهيت من السؤال واحد. واحد جوج عرف ثابتة الحمضية للمزدوجة
اش على اموا واكتب تعبيرها. بمعنى الاجابه غادي تكون بتعبير ادبي يتبعه علاقه رياضيه، ماشي غادي نكتب ك تساوي كذا في كذا على كذا ونمر. دائما خصني نقرا شنو مطلوب مني في السؤال. يمكن يكون السؤال واحد جوج، اكتب ثابتة الحمض ديالي المزدوجة كذا كذا. نعم انا ذاك غادي نكتب العلاقة الرياضية، اما عرف ثم اكتب راه جزئي في هذه الإجابة هذه. شنو غادي نكتب؟ لا تعريف ثابتة حمض ديالي المزدوجة اش على اموا هي ثابتة توازن تفاعل حمض هذه المزدوجة مع الماء. اذا ثابتة ك ا ثابتة حمضية أش على أموا هي ثابتة توازن تفاعل الحمض أش مع الماء. إذا بغيت نكون مثالي في الإجابة ديالي نكتب ذاك المعادلة ومنها نخرج. غادي نكتب كاء التركيز ديال الأمر عند التوازن، التركيز ديال أش توافق بلس عند التوازن على التركيز ديال أش عند التوازن. إذا بعد ذلك واحد ثلاثة قالوا لنا عبر عن ثابتة الحمضية للمزدوجتين المتدخلتين في التفاعل السابق. إذا ما عطاونيش الرمز ديالها، فإلا قالوا لي كأ واحد وكأ جوج، إذا ما عطاونيش الرمز غادي نكتب ماذا؟ هي كأ ديال NH4 بلس على NH3 كتساوي هو التركيز ديال القاعدة هو NH3 التركيز ديال H2 بلس على التركيز ديال NH4 بلس التركيز ديال الحمض. وعندي كأ ديال المزدوجة الثانية ها عندي الرمز ديالها هي H2O على HOMO كتساوي هو التركيز ديال الحمض هو واحد في التركيز ديال H2 بلس. يمكن لي الا ما عرفتش نكتبها يمكن لي نكتب المعادله ديالي H2O هو الحمض مع الماء غادي يكون دو H2O غادي يعطينا HOMO زائد H هو O+. وبالتالي فالقاعده هي التركيز ديال HOMO والقاعده المرافقه التركيز ديال H هو O+ على الحمض اللي هو واحد، وهذه شنو هي؟ هي كأ دعم هذا الجزء هذا دراسة أولية من خلالها طلبوا من باغيين يعرفوا واش يمكن لي نميز نحدد مزدوجتين حمض قاعدة المتدخلتين في واحد التحول كيميائي، وكذلك أنا عارف نكتب ثابتة الحمضية لا سيما في الحالة ديال الـ NH3 ما عنديش المعادلة ديال تفاعل الحمض مع الماء، بل هو في الأصل تفاعل القاعدة مع الماء، ولا يمكن أن أتخذ كأ واحد هي ثابتة الحمضية دائما. هذا علاش اللي جاوا لهنايا قالوا لنا عرف ثابتة الحمضية، علاش طلبوا مني هذا التعريف الحقيقة؟
باش نتذكر باش ما نوقعش في الخطا انني ناخذ هذه كواحد هي ثابته الحمضيه. اذا نمر الى ثانيا والعنوان ديالو هو تحديد خارج التفاعل بال pH متريا. خارج التفاعل عند التوازن باعتماد ال pH متر. إذا جوج واحد أو قبل جوج واحد مقدمة ديال هذا الجزء الثاني، حمضية المحلول الصفر مرتفعة لكي نقيسها باستعمال pH متر، لذلك نحضر 50 ملليلتر من محلول S1 بتخفيف المحلول الصفر ليصبح تركيزه C1 يساوي الصفر على 10. قياس pH المحلول S1 أعطى pH، إذا هنا جوج واحد تحضير السي واحد اللي هو السي صفر على 10 وقياس البي اش اعطى 11.62. شنو كان السؤال جوج واحد؟ هذا خصني ندير ثانيا. جوج واحد نريد أن نحضر، قلنا محلول مخفف، شنو هي الطريقة التي يجب أن أعتمد؟ هذه شفناها هنا، غادي نكتب المحلول الأم وهنا المحلول المخفف. هنا عندي الصفر كتساوي شحال؟ 10.09 مول على الليتر، وغادي يكون في صفر، والمحلول المخفف هو في، شنو سماوه؟ عطاو شي رمز، محضر في، ما قالوش، سميوه في واحد، يساوي 50 ملليلتر، و سي واحد كتساوي هي سي صفر على 10، صافي؟ نعم، حنا باغيين ملي كنوزع، باغي نعرف لنحدد شنو؟ لنحدد في صفر. نعم هنا كاين قانون، شنو هو قانون التخفيف؟ شنو هو قانون التخفيف؟ جات المناسبة باش نذكروا قانون التخفيف. ماذا يحدث خلال عملية التخفيف؟ شنو هو التخفيف؟ شنو إلا قالوا لنا عرف التخفيف وهذا قريناه في الجدع المشترك، شنو هو التخفيف؟ إضافتنا إلى محلول أكثر. نعم، بلغة أكثر، ناخذها اللغة ديال البكالوريا، نعم. هكاك. هو كاين واحد المصطلح إضعاف التركيز بإضافة الماء. فالتخفيف هو إضعاف التركيز بإضافة الماء، بمعنى أن خلال التخفيف واش كمية المادة تتغير أم لا؟ نعم. جاتني قهوة وان طاس ديال القهوة كحلة، دقتها جاتني قاسحة، شنو الحل؟ كنزيد الماء. كمية المادة ديال القهوة في داك لاطاس غادي تغير به؟ إذا قانون التخفيف شنو هو؟ انحفاظ كمية المادة. خلال التخفيف تنحفظ كمية المادة، أي أن كمية المادة ديال النوع اللي كندرسوه قبل هي نفسه بعد إضافة الماء، بمعنى أن هذا ان صفر تساوي ان واحد، انحفاظ كمية المادة، بمعنى سي واحد في واحد كتساوي سي صفر في صفر، والسي واحد شنو هي؟ هي سي صفر على 10 في واحد كتساوي سي صفر في صفر.
نعم غاتجيني في صفر هي في واحد على عشرة واللي كيساوي 5 مليلتر. إذا شنو مطلوب مني الحقيقة؟ قد يطلب مني شنو هي الطريقة التجريبية اللي غنعتمد؟ شنو الجملة اللي خصني نضيف هنايا باش نتكلم على تحضير هذا الحجم هذا؟ شنو خصني ندير؟ إذا شنو الجملة اللي خصني نقوم بها؟ لتحضيري 50 ملل من المحلول ذو تركيز سي واحد ندخل في حوجلة ذات حجم شنو 50 ملل 5 ملل من المحلول الأم ونضيف ما تبقى من الماء المقطر حتى ذلك الخط العيار. إذا غادي ناخذ من المحلول الأم فيسر 5 ملل بواسطة ماصة وذاك الماصة ديال 5 ملل وغادي نخويها في حوجلة معيارية ذات حجم في واحد تساوي 50 مللتر واضيف الماء المقطر حتى ذلك الخط عيار. ندير واحد الرسم هنايا هاد كاين واحد الخط عيار هنايا وهنا غادي يكون 50 مللتر بواسطة ماسة هنا 5 مليلتر ونضيف هنايا ندير بالماء المقطر ماء مقطر كلكم تكتبوا بجملة ندخل 5 مليلتر من المحلول الأم في حوجلة معيارية ذات حجم 50 مللتر بواسطة ماصة كذلك ديك الماصة خاصها تكون معيارية. شنو كتعني معيارية؟ أن كيكون واحد دابا نشوفها إن شاء الله ملي نمروا للمعايرة أحضر هذه الأدوات هذه. إذا قلنا ندخل ندخل 5 مللتر من المحلول الأم في حوجلة معيارية ذات حجم 50 مللتر ونضيف الماء المقطر حتى الخط عيار بواسطة هذا سميتو رشاش. ما نطلبش منا في هذا السؤال لكن قد يطلب منا كيف نحضر ذلك. يجب الانتباه الاجابه تكون خاصها تكون بهذا نعم او دجاج اللي كيجي من بعد او اجرد الادوات المخباريه اللازمه. اذا فانا سبقت الاحداث وهذا الشيء اللي كتبته فوق منه ديروا جوج جوج يا لي ماصة معيارية حوجلة ماء مقطر أرجع لهنايا هذا حوجلة معيارية عندنا ديال 100 ديال 50 ديال 150 حتى ل 1 لتر. هنا الرسم ديال ماصة معيارية والحجم ديالها 5 مللتر كاين ديال 5 مللتر كاين ديال 10 مللتر كاين ديال 20 مللتر. هذه رشاش بالماء المقطر وبه كنضيفو حتى نضيفو حتى كيوصل لهذا الخط هذا. صافي
رغم قريت مازال كتطلع لك معاها وتبعيني راه عمدا مشيت قريت باش ما تحاولي نمر إلى جوج ذاتا شنو مطلوب منا؟ بين أن تركيز إيونات أش أموا هي 4.17 × 3 مول لتر ناقص 1. كيف الوصول إلى هذا التركيز هذا؟ أولا ملي كيعطيونا واحد التركيز خصنا نشوفوا ما علاقته بالقياسات. دائما عندما يطلب منا حساب الوصول الى تركيز ما نشوفوا العلاقه ديال القياس اللي عندنا، لان تقدير او الوصول الى هذه القيمه يكون عن طريق دراسات تجريبيه. عندنا البي اش، لكن هنا اش اوموا، اذا المرور من اش اوموا للبي اش يجب ان نستعمل جداء الايون. إذا نعلم أن كأو كتساوي التركيز ديال أشطر وأو بلس التركيز ديال أش أموا طبيعة الحال عند التوازن، ونعلم كذلك بأن البي أش أو التركيز ديال أشطر وأو بلس نعم تماما التركيز ديال أشطر وأو بلس 10 ناقص البي أش، وقلنا ان هذه كاو يمكن نكتبها هي 10 اس ناقص البي كاو كتساوي 10 اس ناقص البي اش في التركيز ديال اش اوموا. ناخذ العاده انني نتقن بان كاو هي 10 اس ناقص البي كاو، كا هي 10 ناقص البي كا وهكذا، ومن ثم التركيز ديال اش اوموا هو 10 أس ناقص البي كا أو في 10 أس البي أش. غادي نضرب في 10 أس البي أش غادي تختزل من هذه الجهة هذه وغادي نضرب في الجهة الأخرى، بمعنى أن أش أوموا هي 10 أس البي أش ناقص البي كا أو. وغادي نكتب بأن التركيز ديال أش أوموا هو 10 أس نعم 11.62 ناقص بي كا او 14 باستعمال الآلة الحاسبة. هي 11.62 4.16 إذا يمكن نكتبو هما ونكتب ذاك القيمة اللي دايرين هما 4.16 10 ناقص 3 مول لتر ناقص 1. السؤال الموالي: املأ جدول تقدم التفاعل اللي معطيه في اسفل الورقة. ناخذ حجم الخليط في 1 كيساوي 1 لتر، ثم حدد في تعبير اكس ماكس. الجدول في اسفل الورقة. هذا كان السؤال 2 4. الجدول الأمامي هو NH3 زائد
زائد اش 2 او ان اش 4 بلس زائد اش او موان. هنا ان واحد شنو هي السي واحد في واحد هنا وفير صفر سي واحد في واحد ناقص اكس وفير اكس اكس و سي واحد في واحد ناقص اكس اكيليب اكس اكيليب هنا اكس اكيليب يمكن نضيف اكس ماكس فهذاك سهل انني نتعرف عليه فقط إذن قالوا لنا إكس ماكس سي واحد في واحد ناقص إكس إم كتساوي صفر هنا أن إكس إم كتساوي هي سي واحد في واحد اللي كتساوي سي صفر على عشرة في في واحد هي واحد فاصلة صفر تسعود إذن x m 1.09 مضروبة 1 إذن هو 1.09 مول متفقين؟ السؤال الموالي أثبت وجوج خمسة لنثبت أن التركيز ديال طو واحد والتركيز ديال أش أو موان على السي واحد طبيعة الحال نعلم ماذا؟ طو واحد كتساوي اكس اكيليب على اكس ماكس اولا اكس اكيليب اللي غنجيبوها التركيز ديال اش او موا اكيليب كيساوي اكس اكيليب على في واحد وكذلك اكس ماكس كتساوي سي واحد في واحد اذا نعوض في العلاقه إذا طو واحد كتساوي والتركيز ديال اش او موا في واحد على سي واحد في واحد تماما إذا طو واحد على سي واحد هذاك الجوج ثم احسب قيمته عطاونا طو واحد هو 4.17 10 ناقص 3 على 1.09 ياك شحال؟ 50 راه السي واحد رجعوا للسؤال ديال التخفيف السي واحد هي السي زيرو على 10 هي السي زيرو على 10 غتسالنا هنايا هي السي زيرو على 10
والسي زيرو شحال هي؟ هي 10.9 قسمناها على 10 هي 1.09 3.82 10 ناقص 3 طبعا الحال ما قالوا لنا شاري مادة تستنتج يمكننا احنا نضيفوا ان الضوء واحد اقل من واحد اذا التحول الكيميائي يؤدي الى توازن كيميائي يتميز بثابت التوازن هي اللي غادي يطلبوا منا في جوج 6 إذا كان السؤال جوج 5 الآن جوج 6 طالبين منا كو أ إيكيليبر وسماو عطاوها رقم واحد لأننا استعملنا التركيز السي واحد للمحلول أس واحد شنو هذه التعبير؟ من المعادلة فهو التركيز ديال اش بومبا إيكيليبر فاش التركيز ديال ان اش 4 بلس كيف هو بالنسبه للتركيز اش بومبا تساوي اذا إيكيليبر ديال مربع على التركيز ديال ان اش 3 كيفاش نخرجوا التركيز ديال ان اش 3 سي واحد في واحد ناقص اكس او على في واحد اذا غتعطينا هي سي واحد ناقص اكس او على في واحد هي اش او موان ايكيليب هما طلبوا بدلالات نعم هي منطقيه لان اش او التركيز اش او موان هو ندير لنا المعطيات العدديه اللي يمكننا بها كان امكانهم يطلبوا بدلالات طو لان حتى طو عندنا إذا تطبيق عددي هي 4.17 10 ناقص 3 مربع على 1.09 ناقص 4.17 10 ناقص 3 واحد فاصلة هي راه هي معطية في الفوق كو إيكيليبر واحد هي 1.6 10 ناقص 5 وإلا رجعنا للبداية ديال نعم إلا لاحظتوا في المعطيات ثابت التوازن السابق 1.16 ناقص 5 والجداء الإيوني وبالتالي منين غادي يجي لهنايا غادي يكون فعلا نعم متأكد ومرتاح بالنسبة للإجابة ديالي سؤال جوج 7 عبر عن ثابتة الحمضية للمزدوجة NH4 بلس على NH3 بدلالة KE و K وهذا QR إيكيليبر واحد ننطلقوا من هذا جوج 7 وغادي نكتب هاد كو ار ايكيليبر واحد هي نعاود نكتب التعبير هو التركيز ديال كيف مكتوب اش او موا في التركيز ديال ان اش 4 بلس ايكيليبر على التركيز ديال ان اش 3 نعم غادي تعطينا هي التركيز ديال اش او موا غادي ندخل الجداء ديال اش 3 بلس في المقام وفي البسط على هنا التركيز ديال ان اش 4 بلس في الاسفل عندي اش 3 بلس في التركيز ديال ان اش 3 ومن هنا غادي نستنتج
بان هاد كو ار ايكيليبر واحد هي ك او على ك على ك ا تفقي ديال المزدوجه بين قوسين ان اش 4 بلس على ان اش 3. شنو طلبوا مني عدل؟ يعني كأكثر على نعم شنو طالبين منا؟ كا اذا ملي انا غادي نخرج كا ديال ان اش 4 بلس على ان اش 3 ففشي تمرين الا ما عطاونيش الرمز ديال داك المزدوجه ديال الثابتات الحمضيه كا واحد ولا كا جوج فضروري ان ندير كا وبين قوسين ندير الرمز ديال المزدوجه. قد يكون هناك اكثر من مزدوجه وبالتالي باش يكون تخصيص كذا يجب ان نشير الى ذلك. اذا هي كا او على كو ار اكليب واحد. هذا هو المطلوب السؤال جوج سبعة ثم احسب قيمتها. تطبيق عددي عشرة أس ناقص 14 على 1.6 عشرة ناقص 5 6.25 10 أس ناقص 10 6.25 10 أس ناقص 10 وإلا كانوا طلبوا منا ثم استنتج البي كا أ يكفي ناخذ ناقص اللوغ ديال هذا المقدار هذا. شي واحد فيكم يحاول يحدد بيكا ا ديال هذه المزدوجه هذه شحال القيمه 9.5 9.20 9.2 إذا فعل بي كا أ هي 9.2. نمر إلى الجزء الثالث. في الجزء الثالث نسبة التقدم النهائي والتخفيف. ما علاقة أو ما هو تأثير التخفيف على نسبة التقدم من خلال هذه الفقرة هذه؟ ربما ما اطلعتش على شنو رسلتو؟ ما رسلتوش؟ أنا شفت نسخة وحدة اللي ترسلت ديال هذا الفرض هذا. نعم في الهاتف اللي كتسجل به، الهاتف الاخر هو اللي مجموعه من فضلك حاول ما عرفتش فوقاش الى شكون اللي مكلف به هو
الادمين ديال الجروب. وتحاول ما امكن، كاين البعض اللي ماشي في المجموعه يحاول اضافه، لان هذيك هي القناه الرسميه بيني وبينكم من غير القسم، هي ندير فروض فيها، فيها تمارين، فيها تصحيح، فيها كذا. فالصديق ديالكم اللي دوز البارح شك انه ماشي تشكا، لو كان اصر على ان يكون في المجموعات كره منها، انه الفرض على كان من خلال المجموعه، حتى الفرض ديال الراتراباج كان من خلال المجموعه، ما طالع لا على المجموعه لا الاول ولا الثاني. يلا البارح دار الفرض الثالث. حاولوا ما امكن تكونوا كاملين ضمن تلك المجموعه باش يكون واحد التواصل بيني وبينكم خارج او عن بعد. صافي نمشيو للجزء الثالث. نعطي قيم الموصليه الموليه الان من خلال هذا الفرض المنزلي، فهو كيعطينا دراسه بالبيهاش ماتر وبالموصليه، وكذلك فيما بعد مجال الهيمنه ديال الانواع الكيميائيه في النهايه ديال سميتو. اذا ناخذ 5 دقائق ونواصل الجزء الثالث بعد الاستراحه. اذا الجزء الثالث نسبه التقدم النهائي والتخفيف. بعد ما درسنا دراسه بقياس البيهاش، ان نمر الى دراسه بقياس الموصليه. غادي نوصلوا الى طو 2 الخاص بهذه الدراسه. عندنا طو 1، عندنا سي 1، والان عندنا سي 2. وفي جدول خصنا نديروا سي 1 طو 1، سي 2 طو 2، وما هو تاثير التخفيف على نسبه التقدم. دائما خذوا العاده ان الواحد يشد التمرين ويقراه كامل ويعطيه الوقت، راه ما كتظنوش ان الاسراع في الاجابه ربح للوقت، فيمكن لي ناخذ الوقت الكافي ونقرا ونشوف هذا التمرين فين غادي. السيد اللي وضع التمرين عنده واحد فكره في الراس ديالو باغي يوصل ليها، فمني كنفهم فين غادي كيمكن لي نحضر الاجزاء ديال الدرس ديالي شنو هما. الى غير ذلك كيطلب مني طو 1 طو 2 سي 1 سي 2 باش كيمكن لي نتذكر ونعرف فين غادي. دائما خذوا الوقت وقراوا التمرين مكتمل، ماشي غير تبان لي السؤال الاول نجاوب، لا، باش نعرف. راه بعض الاحيان كتكون اجابات جايه في اسئله لاحقه. صافي. اذا الجزء الثالث قالوا لنا هذه هي المعطيات، عطاونا الموصليه الموليه الايونيه ديال اش او موان ديال ان اش 4 بلس، عطاونا الموصليه الموليه ديال المحلول ديال التفاعل بين الامونياك والماء. قالوا لنا التركيز في هذه المره هذه راه هو سي 2 اللي هو سي 1 على 100 سي 0 على 1000، واللي كتبت انه هو 1.09 ناقص 2. الان الدراسه بقياس المواصله. اول حاجه سؤال تمهيدي هو عبر عن سيجما في النظام العالمي، يعني سيجما هي سيمنس متر موزع. كنشوف شنو عطاوني. ردوا البال بعض الاحيان كيكون التمرين بالملي سكوند وبالسنتيمتر ناقص واحد. لا المتر، لا ماشي دائما المراقب غير واش بالملي سكوند ولا بالسكوند. نشوف الواحد اسمي كيقول لي في النظام العالمي كتشوفوا بجوج، ان بعض التمارين قد يطرح بسيمنس سنتيمتر موزع، وإلا ما رديتش البال سنتيمتر موزع غادي نقول راه هذا هو النظام العالمي أو غادي يوقع لي خطأ في الحساب. إذا تما سنتيمتر موزع واللي حضرت منه هو اللي كاين. إذا هنايا غادي ندير سنتيمتر موزع. باش كيطرح السؤال بالصعوبة ديالو كيف هو، خصنا نعرفو كيفاش نتعاملو معاه. إذا السؤال الأول عندنا سيجما كتساوي 0.114 ميلي سيمس سنتيمتر موزع. يمكن لي نكتبها بتعبير آخر، هاد سيجما هي 0.114 10 ناقص 3 سيمس على 1 سنتيمتر هو 10 ناقص 2 سنتيمتر. هذه هي الكتابة في الحقيقة. نردها للمقال ديالها. صافي.
وغادي يمكن لي نكتب اذا هاد سيجما كتساوي 0.114 10 ناقص 3 هنا 10 ناقص 2 متر 1 سنتيمتر لا غير لا غير باش نوضح هنايا غادي نكتب على 1 سنتيمتر اللي هو 10 ناقص 2 متر وغادي نردها هي 10 اس 2 سيمس متر ناقص 1 ياك وغادي تعطينا هي 1.14 10 ناقص 2 سيمس متر موزز كتابة علمية بلا ما نكتب 0.0114 هذا كان 3-1 3-2 عبر عن سيجما للمحلول S2 بدلالة إلى غير ذلك فنحن كنعرفوا إذا سيجما ما أعطوهاش رقم سيجما هي لامدا عارف أن المحلول المائي للأمونياك فيه NH4 بلس وH أموا وبالتالي هو لامدا ديال H أموا قلت لكم بعض الأحيان الواحد يرد البال نعم الإيونات اللي غادي ناخذهم في الاعتبار ديال سيجما راه عاطيني لامدا ديالهم فعندي فقط جوج إذا جوج ديال الأنواع اللي غادي تدخل في نعم هي لامدا H أموا التركيز ديال H أموا زائد لامدا NH4 بلس التركيز ديال NH4 بلس نعم أين الجدول الوصفي بلا ما نتمينا الجدول الوصفي التركيز ديال H أموا يساوي التركيز ديال NH4 بلس ومن ثم يمكن نكتب سيجما كتساوي هي لامدا ديال H أموا زائد لامدا ديال NH4 بلس التركيز ديال H أموا إكيليب مشيت كان خصني نعم بدلالات قالوا لي التركيز ديال H أموا إذا هذا هو التعبير ديال اللي طالبين منا سيجما كتساوي لامدا ديال H أموا زائد لامدا إن H بلس التركيز ديال H أموا هما كاتبين كيف كاتبين إكليب ديال S2 لأن هذا المحلول S2 بعد ما درسنا من قبل المحلول S1 نعم السؤال نعم هذا السؤال 3-2 3-3 لا 3-3 حساب H أموا ثم استنتاج حساب التركيز ديال H أموا واستنتاج pH إذا ما العلاقة هذه العلاقة واحد كتعطيني بأن التركيز ديال H أموا كتساوي سيجما على لامدا ديال H أموا زائد لامدا NH4 بلس والرد بالي في الوحدات اللي كتعامل مع سيجما فالوحدات هي في النظام العالمي هي 1.14 10 ناقص 2 على 7.34 حسبتيهم كم؟ لا 7.34 زائد 19.9 الكل 10 ناقص 3 كتساوي 0.413 عطيها لي كتابة علمية 4.18 نعم 10 ناقص 1 مازال كنتظر شنو هي؟ مول في لا فاش كنخدم؟ في النظام العالمي مول على المتر المكعب ردوا البال راه منين بدا السؤال وقال لي عبر عن سيجما هذا اللي كنقول لك خص تكون عندي القراءة ديالي منين يقول لي عبر عن سيجما في النظام العالمي راه من تما بديت ان الوحدات اللي غادي نمشي فيها راه غير وحدات عالميه
وان التراكيز غادي تكون من بعد هي بالمول على المتر مكعب. يستحسن انني في المكان ديالها نحولها الى المول على الليتر. اش او موان كتساوي شنو عندي هنايا؟ مول على المتر مكعب وباغي ننتقل الى المول على المتر على الليتر. كنتقل من وحده كيفاش هي كبيره الى وحده صغيره، شنو هو المعامل اللي غادي نضرب فيه؟ 10 ناقص 3. اذا هي 4.18. 10 ناقص 3 مع 10 هي 10 ناقص 4 مول على الليتر. دائما ملي نخدم هنايا ندير الوحده العالميه ومعاها نكتب الوحده المول على الليتر. علاش؟ لان من بعد غادي يكون قدامي البي اش وغادي يكون حاجه واحده اخرى اللي يمكن نخطا فيها. يمكن ما يقولوش البي اش نعم طو يمكن وحده على وحده خارج التفاعل عند التوازن. يمكن يقول لي ثم استنتج ثابت التوازن. وإلا مشيت بالمول على المتر المكعب فيها، لان دابا شنو عندي ثابت التوازن؟ هو التركيز ديال اش او موان اس اثنان على سي جوج ناقص التركيز ديال اش او موان. وإلا ما رديتش البال غادي نخطا. اذا دائما يكون عندي هذا الرفلكس انني نحولها الى كذا. استنتاج البي اش، شنو البي اش؟ البي اش كيساوي ناقص اللوغاريتم ديال التركيز ديال اش او بلس اللي كيساوي ناقص اللوغاريتم ديال ماذا؟ ديال كا او على التركيز ديال اش او موان. يمكن يكتب البي اش كيساوي ماذا؟ هو ناقص اللوغاريتم ديال كا او زائد اللوغاريتم ديال اش او موان. وهنايا غادي تكون عندي ماذا؟ البي اش كتساوي هذه شنو هي؟ هي البي كا او زائد اللوغ ديال اش او موان. وندير التطبيق العددي هي 14 ناقص زائد اللوغ ديال خرجتها هي 4.18 10 اس ناقص 4. البي اش من قبل كان 11.62 في المحلول سي واحد، المحلول سي جوج 10.62. هذا كان السؤال 3-3. 3-4 استنتاج طو جوج. واللي العلاقة هي نفسها، تعبير طو جوج هو التركيز ديال اش او موان في المحلول اس جوج على سي جوج اللي كيساوي 4.18 10 ناقص 4 على سي جوج. شنو في اللي عندنا هنايا؟ هي 1.09 10 ناقص 2. طو جوج تساوي فاصلة 18 مقسومة على 1.09 هي 3.83 10 ناقص 2. لا حسبتوها ولا
4.18 10 ناقص 4 نعم على بدون وحدة طو نسبة تركيز على تركيز صحيح نعم بين تأثير التخفيف على نسبة التقدم النهائي ودارونا بين قوسين قارن الدراستين هذا السؤال 3-5 ملي قالوا لي دراستين شنو خصني ندير خصني جدول غادي ندير جدول غادي ندير المحلول هنا يا اس اي وهنا التركيز سي اي وهنا نسبة التقدم هنا تو اي كاين اس واحد وكاين اس جوج واخا ما طلبوش مني يستحسن انني نقدم النتائج وفق جدول ساهل المصحح انه يتبع معايا في جدول على انني نكتبه رجعوا للسي واحد شحال كانت هي 1.09 10 ناقص 1 لا لا راه قدامكم راه هي السي واحد هي السي صفر على 10 اذا هي 1.09 لا لا 1.09 شحال كان عندنا طو ديالها ديال طو واحد 3.82 10 ناقص 3 وهنايا عندنا هي 1.09 10 ناقص 2 وهنا عندنا 3.8 10 ناقص 2 خلنا فقط نكتب جملة رجعوا للعنوان الرئيسي ديال هذه الفقرة هو علاقة نسبة التقدم والتخفيف شنو هو التخفيف؟ شنو هو التخفيف؟ أولا نعم قلنا هو إضعاف التركيز يعني مشيت من السي واحد للسي جوج أصبح التركيز ضعيفا وبالتالي من اس واحد لاس جوج هنا التخفيف لاحظنا أن نسبة طو ازداد كلما ازداد التخفيف ازدادت نسبة التقدم طو متفقين؟ إذا نكتبوا بجملة نبداو بجملة كنشرحوا شنو هو التخفيف واخا كتبناه من قبل بما أن التخفيف هو إضعاف التركيز بما أن التخفيف هو إضعاف للتركيز نلاحظ من الجدول كلما ازداد التركيز كلما ازداد التخفيف ازدادت نسبة التقدم النهائي طو أو كان بإمكاننا نكتب جملة بسيطة جدا نقول أن نسبة التقدم النهائي تزداد مع التخفيف غير خصني نعطي شنو هو التخفيف ومن بعد نكتب هذه الجملة هذه إذن هذا يحيلنا إلى الجزء الثاني والأخير لكي يهتم بمجال الهيمنة واللي يمكن له ربما يجيب عن تلك الألوان التي في ذات الأزهار وهذا غادي يجعلني قبل ما نجاوب على التصحيح ديال هذا الجزء هذا سأرجع إلى الوراء نتكلم على مجال الهيمنة
شكون يذكرني بالمجال العلمنا وشنو هي الا بغينا نقولوا الفائده ديال ادخال مفهوم الهيمنه؟ اولا وصلنا بان تفاعل الحمض ضعيف مع الماء يؤدي الى توازن كيميائي، نجد عند نهايه عند التوازن الحمض المرافق، الحمض والقاعده المرافقه ديالو، والماء وايونات اش او موان وايونات اش 3 او بلس. نهتم في هذا الخليط بصفه خاصه الحمض والقاعده المرافقه ديالو. علاش في الحقيقه بدينا ندرسوا الاحماض الضعيفه والقواعد الضعيفه؟ لاننا سوف نستفيد من هذه الانواع هذه في مركبات لها خاصيه مغايره للاحماض والقواعد الضعيفه بصفه عامه، واللي سميناها بالكواشف الملونه. كواشف الملونه او الملونه فهي ملونه من حيث طبيعتها، وهي ملونه للمحلول المائي اللي غادي تتواجد فيه. اذا لاحظنا ان بعض الانواع يمكن ان يكون مهيمنا امام الاخر، وبالتالي اذا كان مهيمنا فصيغته هي التي سوف ان كانت ملونه هي التي سوف تعطي لونا للخليط التفاعلي في غياب لون اخر. من الحالات اللي عندنا في الاحماض والقواعد هي دراسه المحاليل المائيه لا لون لها، عكس ما درسنا في السنه الاولى ان تعاملنا مع محاليل تتميز بالوان، وتكلمنا على ما يسمى بالمعايره اللونيه، وخذينا اللون كمقياس للتتبع. الان من جينا الاحماض والقواعد، فاغلب المحاليل المائيه الحمضيه والقاعديه التي ندرس لا الحمض ولا القاعده المرافقه لها لون، وبالتالي سنرى في الفقره اللي غتجي من بعد وهي المعايره اننا اذا اردنا ان نتتبع واحد تطور معين يمكن ان نستعين بتغير اللون. لذلك هنا فين تكلمنا اننا خدينا الاحماض والقواعد بصفه عامه، وقلنا ملي كيكون واحد الحمض ضعيف في خليط ما اما مع الماء او مع مزدوجه اخرى، هذا الشيء اللي كتبنا في الدرس، وقلنا بان البي اش يساوي البي كا زائد لوغ ديال القاعده على التركيز القاعدة على التركيز ديال الحمض. هذه إذا كان حمض ضعيف مع الماء فغادي يكون الحمض ضعيف والقاعدة ديالو والماء وإيونات أشطر وأو بلس مع بعضياتهم في توازن، والتراكيز سأولوا إلى قيمته النهائية اللي هي عند التوازن. إلا خديت مزدوجة وتفاعلت مع مزدوجة أخرى فغادي يكون دائما البي اش ديال الخليط اللي فيه مزدوجتين متفاعلتين دائما هذا البي اش يحقق البي كا واحد زائد اللوغ ديال ا واحد موان على التركيز ديال التركيز ا واحد موان على التركيز ديال ا واحد اش، ويحقق كذلك البي اش ديال المزدوجه الاخرى اللي هي بي كا ا جوج زائد اللوغ ديال ا التركيز ديال ا جوج موان على التركيز ديال ا جوج اش، سواء بوحده ولا مزدوجتين معا، دائما هذه العلاقه متحققه. دابا الان تم اتخاذ، قلنا عموما نقول واحد النوع هو مهيمن بالنسبه للنوع الاخر اذا كان التركيز ديالو كبير عشرات المرات من التركيز ديال النوع الاخر. لكن عمليا يمكن ان نقول ان واحد النوع ا مثلا مهيمن اذا كان التركيز ديالو كبير من التركيز ديال المرافق ديالو، وهكذا اذا كانوا هادو عندهم الوان فمني غادي يكون ا مهيمن غادي يكون اللون ديالو هو اللي كنشوفو في المحلول، مني كيكون اش هو المهيمن غادي يكون اللون الموافق ل اش هو المهيمن، والا كان حتى واحد فيهم مهيمن غادي يكون اللون ديال الاول واللون ديال الثاني اللي غادي يعطينا لون اخر. خدينا مثال هو ازرق البروموتيمون، ملي كيكون الحمض هو المهيمن كيكون صفر، ملي كتكون القاعده المهيمنه هي هو ازرق، وملي كيكونوا مع بعضياتهم حتى شي واحد ما مهيمن غادي يكون عندنا اللون اخضر. متفقين؟ اذا بصفه عامه هذا المجال الهيمنه دائما كندير سلم ديال تدريج البي اش، وكنجي للوسط ديالو كنقول البي اش كيساوي البي كا ا، يعني البي اش كيساوي البي كا ا يعني هذه النسبه كتساوي واحد، وكنتكلم على ان التركيز ديال ا موان يساوي تقريبا التركيز ديال ا اش، لا احد مهيمن.
صافي. ومن ثم غادي نقولوا بان برهنا هنا مجال ديال الهيمنه ديال اش ديال اش مجال هيمنه اش وهنا مجال هيمنه هنا اش وهنا مجال ديال الهيمنه ديال ابو صافي. كيف استغل هذا السلم؟ هذه نظريا غير ملي كنطبقوا الرياضيات كنقولوا هذا اكبر من واحد فهذا اكبر من الصفر وكنوصلوا يمكن لكم ترجعوا للدرس اللي درنا. دابا الان كيف يمكن استغل؟ فعموما كندير واحد الحمض او واحد القاعده مع الماء وكندير القياس ديال البي اش وفي ذاك القياس ديال البي اش عندي واحد القيمه. ذاك القيمه كنحاول نوطنها على هذا المحور هذا. لنفترض مثلا ناخذ الحاله ديال الناديه ديال الامونياك شحال كان عندنا البي اش 11.62 اذا شحال البي كي ا كنا حسبناها هي 9.2 اذا 11 غادي تكون هنا. اذا ملي كناخذ واحد المحلول ديال الامونياك او كندير تفاعل ديال الامونياك مع الماء ففي النهايه ديال هذا التحول هذا فكيكون الامونياك هو المهيمن. لماذا؟ لانني كيوجد البي اش ديال البي اش في هذا الملتقى هذا. اذا في هذه الحاله هذا هو المهيمن. تفقد من بعد يمكن ناخذ محلول لحمض ضعيف وغادي نوجد بان البي اش قل من البي كا ا وغادي يكون الحمض هو المهيمن. الى طبقنا هذه على الكواشف الملونه فكنحولوا هذه الدراسه هذه الى منطقه هنا البي كا ا وهنا البي كا ا زائد ناقص واحد وهنا البي كا ا ناقص واحد وهنا السلم ديال البي اش. غادي نخليو داك المنطقه هذه اللي قلنا ديال حتى شي واحد ما مهيمن غادي تكون عريضه. عمليا ملي كناخذ واحد الكاشف الملون كنوجدوا ان ما كاينش واحد النقطه بل يمكن يصعب على العين ان تميز عند الانتقال من لون. نعم بيكا زائد واحد بيكا ناقص واحد واللي هي بيكا زائد واحد. اذا هذه غادي نسميوها وغادي نوجدوها في الدراسه ديالنا اللاحقه بمنطقه الانعطاف. هو المنطقه يمكننا نقولوا داك المنطقه ما ديال حتى شي واحد حال بين الدول كاين ما بين حدود كاين ما يسمى ب نو مان لاند ياك بالانجليزيه او بالاسبانيه تيرا دي نادي ارض ديال حتى شي واحد. انا البلاد ديالي هنا والبلاد الاخرى هنا بيناتنا واحد المنطقه عازله اللي يمكن تلاحظوها الا مشيتوا لجهه سبته غادي توجدوا بان المغرب داير شي هياج وهو حدود مؤقته بطبيعه الحال والاخر عنده حدود ولكن كاين واحد المنطقه بيناتهم هي اللي كيمكن تستغل. على اي هذه المنطقه هي الهيمنه لا ديال الحمض ولا ديال القاعده وكتعطينا ذاك اللون ديالهم جوج في حالة ما إذا كان للنوعين لون. في بعض الأحيان كيكون واحد عديم اللون ومن ثم فغادي يمكن ننتقلوا واحد اللون اللي هو خفيف جدا بدل أن يكون ورد مثلا واحد اللون كيكون مخفف في هذه المجال. بالنسبة لنا شنو مطلوب منا؟ أن هذه الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة جزء منها سميناه بالأحماض بالكواشف الملونة. وشنو هي؟ عبارة عن مواد طبيعية يتميز الحمض عن القاعده بلون مختلف ولهما كل كاشف عنده منطقه الانعطاف ديالو بصوره ما بين قيمتين. شنو هي الاهميه ديال هذه الاحمار غادي نشوفوها فيما بعد هي ان هذه المنطقه هذه الانعطاف كتحدد لنا كنكونوا عارفين البي اش اللي يساوي البي كا ديال هذه المزدوجه هذه. تفقيد غادي نشوفها ان شاء الله في المعايره فيما بعد. بقي حاجه واحده وما نسميه بمخطط التوزيع. هذا سميناه مخطط الهيمنة. مخطط التوزيع شنو هو؟ هو أننا في واحد السلم هنا النسب الأوية وهنا كناخذوا البي اش كنحاول أنني نرسم النسب المئوية ديال الحمض وديال القاعدة خلال التفاعل بدلالة البي اش. فالنسبة المئوية ديال واحد الحمض اش ا هي التركيز ديالو
على التركيز الكل على التركيز ديال هذا الحجم هذا زائد التركيز ديال اموا. في لحظة ما يمكن نحدد التركيز ديال الحمض المتبقى في الخليط علما انني انطلقت من واحد الانساق ديال هذا الحمض. النسبة المئوية ببساطة جدا هو العدد ديال ذاك النوع على المجموع الكلي للنوع، فانطلقت من كمية مادة بدئية انساق. التركيز كمية مادة عندها تتناسب مع عدد، كتبنا بان كمية مادة هو العدد على عدد افوكادو، هو يمكن لي من كمية المادة ومن العدد انتقل للتركيز. إذا النسبة المئوية ديال واحد الحمض في الخليط التفاعلي هو التركيز ديالو على مجموع ديال التركيز ديال الحمض وديال القاعدة اللي تكونت في لحظة ما. إذا في لحظة التساقط كنطلق منين؟ كيكون عندي الله الحمض مازال ما انطلقش التفاعل، كتكون هذا ان صفر هنايا وان صفر هي واحد، إذا 100%. وخلال التحول تتناقص هذه النسبة هذه وتؤول إلى الصفر حسب. بينما ديال القاعدة شنو هي؟ هي التركيز ديال القاعدة على المجموع ديالهم، والقاعدة كتكون مازال ما تكونتش، وكيعطيونا هذا المخطط هذا. اللي باغي نفهم أن من يعطيونا هذا المخطط كيفاش نقراه؟ فانطلاقا عندي هذا ديال الحمض اللي غادي نديرو بهذا اللون، وهذا بلون آخر ديال أموا القاعدة. يمكن لي نقرا يعطيوني مثلا البيهاش في أي لحظة، عند اللحظة واحد اللحظة تاع عندي بيهاش واحد، يمكن لي نقرا هنايا النسبة بي واحد ديال أش أ، ويمكن لي نقرا البي واحد ديال أموا الحاجة الأولى. لكن عموما ملي كيعطيونا هذا المخطط نهتم بنقطة واحدة، هذه شحال هي؟ غادي تكون 50%. يعني في هذه النقطة ملي كيكون التركيز النسبة، لاحظوا ملي كتكون نسبة الحمض كتساوي النسبة للقاعدة، يعني أن عندي نصف نصف، وبالتالي فغادي تكون هذه النقطة هذه التركيز الحمض للقاعدة متساويين، كيكون ماذا هنايا؟ البيهاش كيساوي البيكا. هذه هي اهم نقطه اللي يمكن لي نستفد منها من هذه النقطه هذه هنايا، البيهاش كيساوي البيكا. كيفاش غادي تطرح؟ كيقول لك دراسه توزيع مخطط توزيع ديال هاد المزدوجه ساش 3 سي او اش على ساش 3 سي او مو، عطانا هاد الدراسه هذه. من ضمنها مثلا سيطلب منا تحديد البيكا، تفقين هذا كيتسمى بمخطط التوزيع، هذا مخطط التوزيع. قلت نستفيد منه بخصوص هذه النقطة هذه اللي هي pH كيساوي pK. هذا هو التساؤل ديالك اللي اذا ما يمكننا عندنا الوقت الكافي ربما باش نجاوبوا هذا الشيء اللي قلناه كامل، باش يمكننا نجاوبوا على ذاك الازهار. صافي، اذا نمشيو للجزء ديالنا الان بعد هذا التذكير والتوضيح الخاص بمجال الهيمنة. الجزء الثاني، تتميز هذه الأزهار بألوان مختلفة نتيجة احتوائها على ملونات طبيعية، فهي تتلون بالأحمر والبنفسجي والأزرق. يرجع اللون البنفسجي للجزيئة الممثلة جانبه، عندكم الرمز ديال الجزيئة فهو صيغة معقدة على أين تعرفوها، ونرمز لها بأأش في بقية التمرين. يمكن لأأش أن ينتمي لمزدوجتين، وهذا هنا خص الواحد
يخدم بالعقل وبالشوية ويقرأ ويعاود يقرأ باش يفهم شنو كاين. هاد مزدوجة 14 هذا الجزء الثاني شكون اللي يقرا هاد الجزء هذا وحاول يجاوب الأولى هذوك اللي نعم نفس الشيء هذا شنو كان صعيب ولا شنو تما ما كاينه هيمنه نعم اذا عندنا مزدوجتان هذا اولا شنو عندنا اش ا جوج ا بلس على اش ا و المزدوجه الثانيه شنو هي اش ا على ا مو شنو يمكننا نقولوا على هذا اش ا حسب الدرس ديالنا بمعنى عنده سميه انفوليت اذا هذا اش ا انفوليت قد يكون حسب الوسط يكون قاعده ويمكن يكون حمض اخ هنا باش نفهم اش دو اموا هاد اش اش دو اش اش دو بلس له ا بلس له لون احمر هادشي دائما ملي يكون سؤال من هذا النوع خصني نكتب باش نعرف يكون قدامي المعطيات ياك بينما ا اش او اش ا له لون بنفسجي نعم واموا ازرق زي ما زال ما دخل حتى شي واحد هنا غادي يدخ نعم اموا له لون ازرق صافي اكتب معادله تفكك اش ا في الماء اذا هذا كسؤال تمهيدي شنو عندنا اش ا زائد اش دوزو تعطينا اموا زائد اش دوزو او بلس وهنا غادي تصرف كحمض هذا واحد جوج استنتج تعبير ثابت التوازن لهذا التفاعل ك ما اسم الذي تاخذه اذا شو غادي تكون ك هي اموا اش او بلس على التركيز ديال اش ا وغادي نقولوا هي ك ثابته الحمض صافي ثابته الحمضيه ديال المزدوجه هاد ك هي ك ا ديال اش ا على ا لاحظوا غادي كنحاول نزرب باش نوصل للاسئله الاخيره اللي هي مهمه في هذا صافي التي تاخذ الثابته في هذه الحاله قيمتها ثم اعطي قيمتها فين غادي ناخذ راه عندنا في المعطيات كتساوي شحال هي 7 ياك الى عندكم امامكم كاينه بي كا ا ديال اش دو ا بلس على اش ا 4.3 والبي كا ا ديال اش ا على ا موان هي 7 هي 7 تصرف هذا الثاني تصرف اش ا كقاعده اكتب معادله تفاعل مع الماء اذا اش ا زائد اش دوزو كقاعده شنو غادي تكتسب بروتون اش بلس غتعطينا اش دو ا بلس زائد اش او موان هذا غادي يكتسب بروتون اش بلس لان قاعده وبالتالي هذا الجزء الثاني الان شنو طالبين منا؟ اعطي تعبير ثابت التوازن ك بلس ك فتحه ك فتحه كتساوي هو التركيز ديال اش
de A plus puis H au moins على HA. وقانون التعبير ديالها بدلالات ثابتة الحفظية شنو غادي يكون عندنا؟ هي درنا هذه بحالها قبيلة غادي تعطينا لاحظوا غير H أو موا خصنا H أو بلس غادي تكون عندي كا أو عمر ما غادي يكون عندي كا أو في كا أ دائما على كا أ ديال H ديال H دو أ بلس على H أ وهذا ثالثا هذا هو كي كيقول ختامه مسك صعيب الواحد يشوف هذا المسك في هذا السؤال الاخير وكيفاش غادي يوزع الالوان وعلاش داك السيد ابهر بذلك اللون هذا هو الاهم هو المجال الهيمنه اللي غادي نشوفه الان شحال عندي المزدوجات هنايا جوج اذا غادي ناخذ سلم وغادي ندير بي اس هنايا وغادي عندي واحد البيك وحده شحال عندها سبعه لا 4.3 هذه 4.3 وحده سبعه هنايا هذو هما جوج هذا 4.3 هذه نحتاجو داك السل داك التوزيع اللي درناه قبل لحظات هذه 4.3 الحمض ديالها غادي يكون هنا شو مجال هيمنات قبل ما يشكل المهيمن اقل من بي اش اقل من 4.3 لا الصيغه ديالو شوفوا البي كا دائما اقل من شو هو الحمض غادي يكون مجال هيمنه ديال اش ديال اش دو ا بلس نعتبر هذه ما كايناش كنتعامل مع هذه المزدوجه هذه وهنا شنو غادي يكون مجال الهيمنة؟ المرافق ديالو مجال هيمنة اش ا غادي يكون ملي وهذا غادي يكون من هنا غادي يكون مجال الهيمنة ديال هذا النوع غادي يكون هنا غادي نقول اي لون هنايا شنو اش دو بلس هنا احمر وهنا نعم اش دو ا بلس احمر اش اش غادي يكون هنايا بنفسجي نعم الان من بعد سبعه شنو هو المزدوجه شنو غادي يكون هنا مجال الهيمنه ديال من مجال هيمنات نديرو اموا شوفوا شي لون اموا شنو اللون اللي غادي يكون عندو هنا ازرق هذا بنفسجي كنقصني ندير بنفسجي اش ا وهنايا خصو يتحد هنايا ولهنا غادي يبدا الازرق دابا داك السؤال المقدمة قالولنا بين لماذا ظهرت بقع زرقاء على أزهار بنفسجية عندما لامسها الأمونياك المخفف في تلك الأزهار ديال الأورتانسيا خصني نولي للجزء الأول والجزء الأول درسنا محلول الأمونياك شنو البي اش ديالو؟
11 فصيله. اذا اش غادي نقول محلول الامونياك يتميز بالبيش 11، فين جاي 11 هنايا؟ ديال الامون. اذا محلول هنا البيش يساوي 11.6. اذا نكتبوا هنا محلول هذه الثلاثه، السؤال الاخير ثلاثه جوج، محلول الامونياك له pH كيساوي 11.6، يضع الزهرة في مجال هيمنة أموان الذي له لون أزرق. إذا فلا ضرورة أن تتخذ هذه زهرة الأورتنسيا لون أزرق، لأن pH اللي غادي يطيح ذاك القطرة ديال الأمونياك على الورقة ديال هذه الزهرة هذه في ذاك البلاصة غادي نغير pH، غادي يكون في pH 11.6، وهذا في الأنواع اللي بثلاثة موجودين غادي يكون فيهم المهيمن هو أموان، وبالتالي فلونه هو الذي سيكون مسيطرا. لو انني خديت، وهذا علاش قلنا دابا الان الا بغى شي واحد، هذيك خلاصه، بغى شي واحد ينتج ازهار حمراء شنو خصو يدير؟ خصو يدير التربه ديال هاد الازهار البيع ديالها قل من 4.3. وفي الحقيقه الا بغينا بنفسجي هنايا ولا بغينا يكون لون مختلط بينهم، فيمكن ان نغير البي اش ديال التربه لكي احصل على الوان مختلفه. متفقين؟ شكرا. هذا هو كان التمرين، وكان ضروري ان نوصل حتى النهايه ديالو، لان القصه كامله على هذا السؤال هذا. وهذا هو حاولوا ترجعوا تنجزوا الجزء الثاني بطريقه تفهموا مزيان التمثيل ديال هذا الجزء هذا.